A very good evening. You're watching the 11 o'clock news live from Bahrain International. I'm Danielle de Porto. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa patronized today the inauguration ceremony for the fourth session of the fourth legislative term of the Representatives and Shura Councils in the presence of His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, and His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Premier, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. The royal motorcade to Isa Cultural Centre was escorted by a police cavalry, where His Majesty the King was welcomed by the Speaker of the Representatives' Council, Ahmed bin Ibrahim Al Mulla, and the Chairman of the Shura Council, Ali bin Salah Al Salah. His Majesty headed to the Grand Conference Hall, where the ceremony started with a recitation from the Holy Quran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sayyidi Hadrat Sahib al-Jalala, al-Malik Hamad bin Isa al-Khalifa, Malik al-Bilad al-Mufadda, hafidhahu Allah wa ra'ah. Sayyidi Sahib al-Sumu al-Maliki, الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وخير البداية تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام
إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون صدق الله العظيم. الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعونه تعالى جلت قدرته نفتتح أعمال دور الانعقاد الختامي للمجلس الوطني في فصله التشريعي الرابع الذي استطاع بمسؤولية واقتدار أن يكون خير داعم لمسيرة العمل الوطني بثوابتها الدستورية الراسخة التي أجمع عليها شعبنا الوفي بإرادة حرة غير مسبوقة، وليسجل بذلك انطلاقة تاريخية هامة تأسست من خلالها قواعد الدولة المدنية الحديثة القائمة على حكم القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات وتكريس المشاركة الشعبية في صنع القرار، لتستمر بذلك نهضتنا الوطنية الشاملة والملتزمة بتحقيق رؤية واعدة لا تحيد عن رفعة الوطن ورخاء أبنائه. الحضور الكريم، إن متطلبات الإصلاح والتطوير في ظل عالمنا المتغير بفرصه وتحدياته تستدعي امتلاك رؤية واضحة المعالم لضمان سلاسة العملية التنموية، ولقد تمكنت مملكة البحرين على هذا الصعيد من استيعاب تلك المتطلبات انطلاقاً من مشروعنا الوطني الشامل الذي انبثقت منه رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها المرسخة للعدالة والتنافسية والاستدامة وصولاً إلى الريادة في الأداء والإنجاز. ولقد سعت الرؤية تجاهدت من خلال التوظيف الأمثل
للخطط والبرامج على تعزيز أداء مختلف القطاعات التنموية وتهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب رؤوس الأموال واعتماد سياسة واضحة لتنويع مصادر الدخل في الناتج الوطني دون إقفال لتنمية موارد الأسرة البحرينية التي هي عماد تنميتنا الوطني. وهنا نود التأكيد على أن المواطن البحريني سيظل دوماً محور تنميتنا، حيث أثبتت الكفاءة والخبرة البحرينية جدارتها وقدرتها على التفوق والتميز في الإداء في شتى مجالات العمل، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية الاستمرار في تطوير البرامج الخاصة بتنمية مواردنا البشرية وأعداد القيادات الشابة لتمكينهم من استثمار الخيارات المناسبة التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل والإسهام في البناء الوطني. ونعتز في هذا السياق بما يحققه أبناء البحرين في المحافل الدولية من إنجازات مشرفة تجسد صدق انتمائهم وحبهم لتراب هذه الأرض المباركة، مهد الحضارة ونبع الخير والرخاء. الحضور الكريم، تباشر حكومتنا الموقرة مشكورة برئاسة العم العزيز صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة دورها في تحمل مسؤولياتها الوطنية بكل اقتدار وإخلاص لمتابعة تنفيذ سياسات مملكة البحرين التنموية، وفي مقدمتها برنامج عمل الحكومة الذي استطاع أن يتجاوز نسب الإنجاز المطلوبة وأن يعمل على رفع كفاءة البرامج والخدمات الداعمة للنمو الاقتصادي، وتلك المقدمة للمواطنين. مع التركيز على السياسات التي تعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيدين هنا بنتائج الخطط الإسكانية التي التزمت وفق توجيهاتنا بتوزيع 40,000 وحدة سكنية للأسر البحرينية وبناء 5 مدن إسكانية جديدة. وفي إطار ما تتولاه الحكومة الموقرة من مهام لتعزيز القدرة المالية والاقتصادية للبلاد، نوجه باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات العامة وتنمية الإيرادات النفطية وغير النفطية لتحقيق الاستدامة المالية، وبما يتسق مع سياسات التنويع الاقتصادي في البلاد. الأخوة والأخوات، لقد استطاعت السلطة التشريعية ضمن ما تمتلكه من صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة وفي إطار التعاون المثمر والبناء مع السلطة التنفيذية، أن تكون خير مساند لتطوير منظومة التشريعات الوطنية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. ونود الإشادة هنا بما تم إنجازه من تشريعات متقدمة تنظم قطاعات الاستثمار المالي والتجاري والعقاري وإقرار الميزانية العامة للدولة ومتابعة أوجه تنفيذها، وقد انعكس ذلك إيجابياً على البيئة الاقتصادية والاستثمارية بشكل ينسجم مع سياسات وخطط المؤسسات المعنية، وعلى رأسها مجلس التنمية الاقتصادية بقيادة الابن العزيز ولي العهد
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتحقق البحرين نتائج متميزة على مستوى الحرية الاقتصادية وفي مجال تطوير قطاع المعلومات والاتصالات. كما نحيي مبادرات السلطة التشريعية الهادفة إلى رفع مستويات الاستقرار الاجتماعي، ومن بين أهمها قانون الأسرة، والذي جاء في صيغة توافقية وموحدة تنبثق من أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء وتدعم ما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بمكانة الأسرة البحرينية بوجه عام وبالمرأة بوجه خاص. والجديرة بالتقدير وأنه من دواعي فخرنا أن تتجاوز المرأة البحرينية اليوم مراحل التمكين التقليدية لتصل إلى ما هي عليه من مكانة رفيعة، فهي تمثل نسبة عالية من موظفي الدولة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ونجد في هذا الإنجاز مفخرة وطنية نعتز بها. ولتستمر بعون الله وتوفيقه عجلة التطوير المدروس والمتأني لسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية دون توقف، وبما يتناسب مع خصوصية ومتطلبات العمل الوطني. الحضور الكريم، ستظل مملكة البحرين كما عرفها وطنها العربي مخلصة لقضاياه وحامية لأمنه ومدافعة عن مصالحه، وستسخر كافة إمكاناتها العسكرية والأمنية والدبلوماسية لمواجهة أي تدخلات غير مشروعة ومعالجة أي أزمات تربك استقرار محيطها العربي. وسنواصل في هذا الشأن جهودنا الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، باعتبارها ركيزة أساسية لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. وتؤكد مملكة البحرين على تمسكها بالثوابت الأساسية التي أعلنت عنها الدول الداعية لمحاربة الإرهاب وكشف داعميه ومموليه ممن يتبنون أجندات سياسية مكشوفة هدفها اختلاق الأزمات وشق الصف وتهديد أمن واستقرار المنطقة. ونود في هذا الإطار أن نتوجه بالشكر والتقدير لقواتنا الدفاعية والأمنية على يقظتهم وحنكتهم وصبرهم وإخلاصهم وتضحياتهم لحفظ أمن وسيادة واستقرار مملكتنا الغالية. ومما لا شك فيه فأن أمن واستقرار البحرين لهو مرتبط على الدوام بتأهب ويقظة أهلها الكرام للدفاع عن تماسكهم الاجتماعي ولحمتهم الوطنية القائمة على أسس ومبادئ التعايش والتسامح والتعددية، وهي قيم تشكلت من خلالها ملامح مجتمعنا المدني المتحضر الذي طالما حمل للعالم رؤيته الخاصة به في الاحترام الديني والتعايش السلمي والتقارب الحضاري، وهو أمر يجعل للبحرين صوتها المسموع ومكانتها الرفيعة على صعيد ترسيخ ونشر السلام وخدمة الإنسانية. وفي الختام
نكرر شكرنا وتقديرنا لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية على ما يتحلون به من مسؤولية وطنية رفيعة تضع مصلحة الوطن والمواطنين على رأس أولوياتها، وتجعل من التطوير والتجديد عنواناً لمسيرتنا الوطنية المجيدة، ولنكون جميعاً للعهد والأمانة راعون. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Then the Speaker of the Representatives' Council delivered a statement in which he extended warm thanks and appreciation to His Majesty King Hamad for patronizing the opening ceremony of the event. He affirmed keenness to continue the process of national action and promote democracy towards a bright future in the prosperous era of His Majesty King Hamad. عاهل بلاد المهدى حفظكم الله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. He added that the National Assembly is committed to the principles enshrined in the National Action Charter and Constitution for the ongoing benefit of the kingdom. Al-Mullah then reiterated the pledge of all members made to themselves to be loyal to Bahrain and to His Majesty the King while defending the liberties, interests and wealth of the people. He affirmed that Bahrain will always be a homeland for all, welcoming all religions and races, while highlighting the tolerant coexistence and religious harmony in the kingdom. He detailed the Bahraini characteristics of goodness, authenticity, morally dignified generosity, openness and loyalty, saying that such values were planted in the people by His Highness the late Emir Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa and are sustained today by His Majesty the King. He noted the pioneering initiatives of His Majesty, including the recent launch of the King Hamad International Center for Dialogue Between Religions and Peaceful Coexistence, which teaches the Bahraini civil and humanitarian way to the world at large. Al-Mullah commended the achievements of the legislative authority, adding that they would not have been possible without the collaboration of the government to turn challenges into opportunities to consolidate institutions and law and promote citizenships and rights. He expressed deep appreciation for the role of the government under the leadership of His Royal Highness the Prime Minister, who played a great part in consolidating cooperation between the legislative and executive authorities and in making Bahraini citizens the focus of comprehensive development, promoting popular participation in decision-making according to free will under the modern civil state. He also praised His Royal Highness the Prime Minister's contributions to the development of services, including housing, education, health and social care. He also paid tribute to the outstanding role of the Economic Development Board under the leadership of His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister in growing the economy, attracting investment and creating employment opportunities in accordance with the ambitious economic strategy Vision 2030. The Speaker of the Representatives' Council noted that the Council, along with the Shura Council, have continued the process of building the civil legislative system through the adoption of the Family Law, which affirmed the pioneering Bahraini model in national unity, social cohesion, and the importance of building the Bahraini family with its distinct identity. He added that the general budget of the state was adopted by the royal directives to safeguard the rights of citizens and not compromise them. He also noted that the law of real estate development has been adopted to increase and diversify the sources of income in accordance with the government action plan and Bahrain Economic Vision 2030, resulting in support of comprehensive development processes, encouraging developers and investors, and attracting investment projects, providing the best facilities and services. Al-Mullah added that in light of the National Assembly's parliamentary responsibility to maintain the sovereignty, security and stability of the country, the constitutional amendment was adopted in regards to the amendment of some provisions of the military justice law, especially in light of terrorist threats, which provided all procedural safeguards and jurisdiction to the military judiciary by taking into account all human and constitutional rights. He said that in order to activate the Bahraini parliamentary diplomacy, which is consistent with His Majesty's vision of foreign policy, the legislative authority has succeeded in obtaining support and endorsement from regional and international parliaments, adding that Bahrain's positions have been pivotal and influential on the issues being discussed in these forums based on the members of the Shura Council and Council of Representatives, who have received high parliamentary positions, including the presidency of the current session of the Gulf Legislatures, the Vice Presidency of the Arab Parliament, the Vice Presidency of the 24th Arab Parliamentary Union,
Vice Presidency of the Asian Parliamentary Association, in addition to the previous parliamentary positions as a member of the Human Rights Committee of the Parliamentarians in the Interparliamentary Union and other prominent membership in the regional and international parliamentary unions and associations. He added that in light of the current challenges facing the region, the National Assembly affirms its full support to the royal directives to preserve national security and cooperate with the states countering terrorism, to ensure the security and stability of the region, and to demand the cessation of support and financing of terrorism and its groups. He also called on the states of Qatar to return to the Gulf and to adhere to the 13 demands set by the quartet to stop cooperating with the Iranian regime and other terrorist groups. Al-Mullah expressed pride in the security and military officers for their sacrifice and efforts in maintaining security and stability. He also expressed sincere appreciation to the Kingdom of Saudi Arabia under the leadership of the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, for its efforts and sacrifices for the benefit of the Arab and Islamic nations and to protect from greed and conspiracy. He also reiterated Bahrain's firm position in support of the Palestinian cause and its support of reaching a just and comprehensive solution for all Palestinians. Al-Mullah said that the role of the final session will include discussions of various projects, laws and proposals, and the follow-up of what has been implemented in the government action plan. He also pledged to continue efforts towards the development of the economy and the empowerment of Bahraini women, highlighting the initiatives undertaken by the Supreme Council for Women, headed by Her Royal Highness Princess Habibah bint Ibrahim Al Khalifa. He called on all Bahrainis to strengthen their cohesion and solidarity, to support the leadership, to preserve the homeland, and to defend the achievements of the Kingdom of Bahrain. Al-Mullah then expressed sincere thanks and appreciation to the Speaker of the Shura Council for the continuous cooperation and for all members of the Shura Council and the Council representatives, as well as the national media institutions, for their role in supporting the national parliamentary work for the Kingdom of Bahrain and for the future of all generations. والذي وفر كافة الضمانات الإجرائية والاختصاصات القانونية للقضاء العسكري مع مراعاة كافة الحقوق الإنسانية والدستورية وتفعيلا للدبلوماسية البرلمانية البحرينية والتي تتوافق مع رؤية جلالتكم السامية في السياسة الخارجية فقد نجحت السلطة التشريعية في أن تنال مبادرتها الدعم والتأييد من البرلمانات الإقليمية والدولية وأصبحت مواقف البحرين محورية ومؤثرة في القضايا التي يتم بحثها في تلك المحافل وبناء على ذلك فقد حصل أعضاء مجلس الشورى والنواب على مواقع ومناصب برلمانية رفيعة منها رئاسة الدورة الحالية للمجالس التشريعية الخليجية ومنصب نائب رئيس البرلمان العربي ونائب رئيس المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي ونائب رئيس الجمعية البرلمانية الأسيوية والتي تضاف إلى ما تحقق من مناصب برلمانية سابقة في عضوية لجان حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي وغيرها من العضويات البارزة في لجان الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية. صاحب الجلالة، إن الجميع يدرك جلياً حجم المستجدات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وإذ نجدد دعمنا التام لتوجيهاتكم السامية في حفظ الأمن الوطني والتعاون مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لضمان أمن واستقرار المنطقة والمطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية ووقف تمويل الإرهاب وإيواء جماعاته. وعليه فإننا ندعو دولة قطر إلى العودة للبيت الخليجي والصف العربي والتمسك بأواصر ووشائج القربة والدين والتاريخ والمصير المشترك وتنفيذ المطالب والمبادئ التي قدمت لها ووقف التعاون مع النظام الإيراني والجماعات والمنظمات الإرهابية المحسوبة عليه. وكل ذلك قد خالف آمال الآباء القادة الكرام حينما اجتمعوا لتأسيس منظومة التعاون الخليجي كما عارض مبادئ ميثاق مجلس التعاون الخليجي واحترام سيادات الدول وقواعد ومبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وفي هذا السياق نود أن نسجل عميق اعتزازنا وفخرنا للأجهزة الأمنية والعسكرية على تضحياتهم وجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار وندعو بالرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار في ميادين العزة والكرامة والشرف، كما ونعرب عن خالص التقدير والإجلال للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وما تبذله من جهود مضنية
وتضحيات مخلصة لصالح الأمة العربية والإسلامية وحمايتها من الأطماع والمؤامرات، مؤكدين موقفنا الثابت والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية وصولاً إلى الحل العادل والشامل. صاحب الجلالة، إن دور الانعقاد الختامي الذي تفضلتم بافتتاحه اليوم سيشهد مناقشات المشاريع وقوانين ومقترحات عديدة ومتابعة ما تم تنفيذه في برنامج عمل الحكومة الموقرة والعمل معاً من أجل الوطن والمواطنين، ونعاهد جلالتكم على مواصلة الإنجاز والعمل بكل تفان وأخلاص مع مضاعفة الاهتمام بالشأن الاقتصادي وتمكين المرأة البحرينية مسجلين كامل التقدير المبادرات الحضارية التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة البحرينية برئاسة صاحبة السمو الملك الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظه الله ورعاها، والاهتمام بقطاع الشباب ودعمه، خاصة المبادرات التي يطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. ومن هذا المنطلق أدعو أبناء الشعب البحريني الأوفياء جميعاً بأن نعزز من تماسكنا وتلاحمنا وتأييد قيادتنا وحفظ وطننا والذود عن منجزاتنا من أجل مملكة البحرين في ظل ما يشهده العالم من تطورات تستوجب وحدة الكلمة والصف وإعلاء مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار وانتماء، مع تعزيز ثقتنا بتوجيهاتكم السامية وأن نتعامل مع الواقع بكل مسؤولية وأمانة وطنية، وأن نتذكر بأن مملكة البحرين قد نجحت على الدوام في تجاوز كافة التحديات، مع تعزيز الخطاب الإيجابي للتعامل مع القضايا والمستجدات، وأن نقف بالمرصاد أمام أي خطابات سلبية أو دعوات غير وطنية تهدف إلى النيل من عزيمتنا البحرينية، معللين للعالم أجمع أن مسيرتنا الديمقراطية متواصلة بخطى ثابتة راسخة مهما حاولت الدول التي تمول الإرهاب أو المنظمات الحقوقية المسيسة عرقلتها. ختاماً، أستأذن جلالتكم بأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أخي معالي رئيس مجلس الشورى الموقر على التعاون المستمر، وإلى كافة الأخوات والأخوة أعضاء مجلس الشورى والنواب على ما بذلوه من جهد وعطاء، وإلى كافة الجهات المساندة والمؤسسات الإعلامية الوطنية على دورها الداعم للعمل البرلماني الوطني من أجل مملكة البحرين ومستقبل الأجيال القادمة. وفقكم الله وحفظكم ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. His Majesty the King then shook hands with the members of the Council of Representatives and the Shura Council. Thank you.
The royal anthem was then played in conclusion of the ceremony. The ceremony was attended by royal family members, members of the Supreme Council for Islamic Affairs, members of the Supreme Judicial Council, clerics, judges, members of the Constitutional Court, ministers, MPs, shura members, ministry undersecretaries, members of municipal councils, heads of political associations, editors-in-chiefs of newspapers and magazines, heads of diplomatic missions, senior BDF, Interior Ministry and National Guard officers, and academics. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received a cable of congratulations from His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, marking the opening ceremony for the fourth session of the fourth legislative term of the Representatives and Shura Councils. His Royal Highness the Prime Minister congratulated His Majesty for his patronisation of the ceremony and keen support to enhance the legislative authority's role in establishing democratic life in the country. He hailed His Majesty's speech, in which he outlined the platforms of national work. His Royal Highness expressed pride in tackling his duty of implementing the vision of His Majesty, wishing him abundant health and happiness. In reply, His Majesty the King sent a cable of thanks to His Royal Highness the Prime Minister. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received a cable of congratulations from His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, congratulating him on the opening ceremony of the fourth session of the fourth legislative term of the Representatives and Shura Councils. His Royal Highness the Crown Prince praised His Majesty the King's tireless contributions to the Development March, also hailing His Majesty's keenness to enhance cooperation between executive and legislative authorities in all that benefits the country and citizens, praying to Allah the Almighty to bless His Majesty with health and happiness. In reply, His Majesty the King sent a cable of thanks to His Royal Highness the Crown Prince. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received a cable from the Speaker of the Representatives' Council, Ahmed bin Ibrahim Al Mullah, expressing thanks and appreciation in His Majesty's patronization of the opening ceremony. He expressed pride in His Majesty's support and belief in the principles of democracy, wishing His Majesty abundant health and happiness while stressing his own strong resolve to execute his duties. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa also received a cable from the Shura Council Chairman Ali bin Salah Al Salah, congratulating him on the opening of the fourth session of the new term for the Representatives and Shura Councils. He expressed thanks, appreciation and pride in His Majesty's patronization of the opening ceremony. He hailed His Majesty's speech, calling for national action to support democratic progress and the rule of law, in line with the goals of His Majesty's reform project for the benefit of the people. He expressed keenness to move forward with the march of reform in order to achieve further political progress, enhanced security and safety, and sustainable development for Bahrain. His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, received a cable from His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Premier, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, congratulating him on the opening ceremony of the fourth session of the fourth legislative term of the Representatives and Shura Councils. His Royal Highness the Crown Prince hailed His Royal Highness the Prime Minister's contributions to the Development March under the leadership of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. He also hailed His Royal Highness the Prime Minister's keenness to enhance cooperation between the executive and legislative authorities in all that benefits the country and citizens, praying to Allah the Almighty to bless His Royal Highness the Prime Minister with health and happiness. In reply, His Royal Highness the Prime Minister sent a cable of thanks to His Royal Highness the Crown Prince. His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, received a cable from the Council Representative Speaker, Ahmed bin Ibrahim Al Mullah, thanking His Royal Highness for participating in the inauguration ceremony of the fourth session of the fourth legislative term. Al Mullah expressed pride in His Royal Highness's support of the Representatives' Council and expressed his aspirations of further achievement and cooperation between the legislative and executive authorities to achieve the aspirations of citizens. He prayed to Allah the Almighty to bestow His Royal Highness with health to serve the country, wishing him further success under the leadership of His Majesty King Hamad for the benefit of the country and the people. His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, also received a cable from the Chairman of the Shura Council, Ali bin Salah Al Salah, congratulating His Royal Highness on the opening ceremony of the fourth session of the fourth legislative term of the Representatives and Shura Councils. He hailed His Royal Highness's support of the Shura and Representatives' Councils, expressing his aspirations of further achievement in cooperation with the government under the leadership of His Majesty the King,
wishing the Prime Minister abundant health and happiness. His Royal Highness Prime Minister Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa received today at Rifa' Palace the general authority of Husseiniyah processions and heads of Matam, where they expressed thanks and appreciation for the government's facilitation of Ashura processions, marking the conclusion of the season. His Royal Highness expressed pride in the values of tolerance and freedom that prevail in the close-knit Bahraini community. He noted the importance of sectarian and intellectual diversity, saying that it was everyone's responsibility to contribute to Bahrain's historic status at the forefront of progress. He said the kingdom had set an example for the world in terms of social unity and coexistence, as well as intellectual, cultural, religious and sectarian diversity, noting the role of places of worship in maintaining bonds amongst community members. The Prime Minister maintained that the freedom of religious practice in the Kingdom of Bahrain is rooted in the principles of Islam, hailing the efforts of the authority's president and members in maintaining these religious practices. He urged the preservation of cohesion amongst the people of Bahrain. The authority commended His Royal Highness's directives to all ministers and government bodies to facilitate government services and his personal follow-up on security services. They affirmed that His Royal Highness's directives had a profound impact on this year's season, praising his support and highlighting his role in spreading tolerance and denouncing division in society. His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Premier, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, received a cable from the Speaker of the Representatives' Council, Ahmed bin Ibrahim Al Mulla, in which he expressed his thanks and appreciation to His Royal Highness for his participation in the inauguration ceremony of the fourth session of the fourth legislative term. Al Mulla affirmed that His Royal Highness's participation reflects his efforts for the development of Bahrain and his deep belief in strengthening democracy. Al-Mulla wished the kingdom further progress and prosperity under the leadership of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. He also wished the Crown Prince abundant health and happiness. His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, also received a cable from the Chairman of the Shura Council, Ali bin Salah Al Salah, in which he congratulated His Royal Highness on the opening ceremony of the fourth session of the fourth legislative term of the Council of Representatives and Shura Council. He expressed thanks to His Royal Highness for attending the opening ceremony, hailing his efforts to develop the kingdom. He expressed his aspiration for further national achievements under the leadership of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, wishing the Crown Prince abundant health and happiness and the people of Bahrain further progress and prosperity. Bahrain legislative or the parliamentary system has contributed in creating a sustainable system, not only in economics but and political, but it has created a role model democracy under the leadership of His Majesty the King, who from the onset has given this institution the powers and the blessing that the leadership gets to serve the country and serve the people of Bahrain. And I believe that over the past 7 years,
seeing all the political events around the world, we are blessed in Bahrain to see how stable and how sustainable our achievements have been. I tell my colleagues that their constituents, members of their constituencies, are very much looking up to them to be the leading role there, to be their voice under the dome of parliament, and to make sure that all their concerns and the welfare of them and their families are always looked into. And I'm very confident that most of my colleagues there as members of the House of Representatives are very much close to their members of the constituencies, and they're always there to serve, one of them being the MP of my own constituency, who's always there to help and always there, never letting us down. We have achieved so much in such a short time in Bahrain. I think the family law, which I believe is an incredible achievement, it shows the width and the depth and the sincerity and compassion and humanity of His Majesty King Hamad bin Isa Khalifa, that he wants for every woman and child in this country the absolute maximum protection and entitlement for them. And I have not found something like the family law in another country. Personally, I believe it's unique to Bahrain. Her Royal Highness, the wife of His Majesty the King and President of the Supreme Council for Women, the SCW, Princess Habibah bint Ibrahim Al Khalifa, responded to His Majesty the King's speech at the opening ceremony for the new session of the legislative term with a statement lauding His Majesty's vision as paving the way for Bahraini women to achieve a high status in society. She said it is a source of pride, adding that Bahraini women's progress will continue unabated. She stated that His Majesty had determined the status of Bahraini women as extending beyond their traditional stages of empowerment. She added that His Majesty's vision should be reflected in all national policies to ensure the sustainability of women's progress and success in all arenas. Her Royal Highness asserted that the SCW will continue conducting its role to the fullest extent in cooperation with allies and business partners. The Minister of Foreign Affairs, Sheikh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, received today in his office at the Ministry's General Court the special envoy of the President of the French Republic to the Gulf, Bertrand Bessin-Senot. The Minister of Foreign Affairs expressed pride in the friendly relations between the Kingdom of Bahrain and the French Republic and their continuous development at all levels. During the meeting, the Minister of Foreign Affairs gave Bessin-Senot a detailed explanation on the causes of the Qatari crisis, its roots and repercussions, as well as possible solutions. For his part, the special envoy underlined the deep ties of friendship between Bahrain and France, praising the role of the kingdom in promoting security and stability in the region, wishing Bahrain further progress and prosperity.